ربما سمعتم مثلي عن الـ NFT. في محاولة لفهم ماذا تعني، دخلت هذا العالم الافتراضي. يمكن القول إنها منتجات افتراضية متنوعة من قطع فنية وملابس وأثاث وسكن يتم بيعها وشراؤها بالعملات الرقمية، لكن هناك الكثير من التفاصيل، دعونا نحاول فهمها معا. الكلمة اختصار لNon-Fungible Token، ما يعني رمزاً أو سند ملكية غير قابل للاستبدال على شبكة البلوكتشين، وهي عبارة عن سجل رقمي ضخم لا يمكن التعديل على البيانات المحفوظة داخله. بعرف أنه هي صورة، وإذا بتشتريها بيروح سعرها، مثلاً نقول بيكون $100، بعد ما يمرق وقت بيطلع سعره كتير. يعني هو شيء ما بيستوعب عقل الانسان، انه شيء ما فيك تلمسه، شيء ما انه فيزيكال، كله اونلاين وعلى التكنولوجي وايفريثينج. ف ذاتس ذا فيوتشر. هيك تعمل مصاريف، لانه ما عندي بيتكوين وهيك، يعني ما فتت فيها لهالشغله. هلا يمكن قدام تصير العملات الرقميه احسن من البنوك مثلا، لكن هناك شريحة أخرى في العالم العربي نشيطة في هذا المجال. NFTs هي أصول غير قابلة للاستبدال، بمعنى أنه العملات الرقمية مثلا البيتكوين، كل بيتكوين عنده نفس القيمة، بس في NFTs كل NFT بنفس الكولكشن عندها قيمة مختلفة وتكون يونيك. عملية البيع تتم في ماركت بليس الخاص بالـ NFTs، وشراء الـ NFT يتم عن طريق العملات الرقمية سواء السولانا أو الإيثيريوم أو الكاردانو أو غيره. منتجات أرب بانكس عندنا أولاً NFT أرب بانك، عندنا NFT حبيبتي، عندنا دونكي هانت. حالياً الكوميونتي حقتنا تتكون من 3700 شخص. النساء موجودين في المجال الـ NFTs، بس هم أكثر يعرضوا منتجاتهم للبيع على الماركت بليسز. شركات عالمية بدأت بالفعل تعرض ملابس افتراضية لها مثل أديداس، وعربياً فتحت الساحة أبوابها واسعة لهذا النوع من المنتجات، إذ يعرض مسرح دبي للفنون الافتراضية حالياً أول مجموعة NFTs لمصمم أزياء عربي. عملنا الفيزيكال كولكشن تبعنا بباريس فاشن ويك اسمه لوسيد الجوريثمز، واليوم عم نعرض مجموعه الـ NFTs كمان اسمها لوسيد الجوريثمز بالثياتر اوف ديجيتال ارت هون بدبي. اكيد كوتور كلاينتس دي ار انترستد بال NFTs اللي انا اليوم عم بعملها، لانه في هيستوري للبراند. بس اليوم نحن عم نتوجه لكل العالم، للستات، للرجال، للتين ايجر، للارت كولكتورز. سو النطاق تبعها كثير اكبر من نطاق الكوتور. الأسعار نحن عاملين 120 NFTs، حيكون سعرهم موحد $1,025، اللي هي بتتراوح تقريباً اليوم بال $1,100. يبدو أننا جميعاً سندخل هذا العالم يوماً ما، ليصبح طريقة حياة اعتيادية تتماشى مع القفزة التكنولوجية التي وصلنا إليها اليوم. لما الخاير، BBC.